أين كنا قبل 50 سنة و60 سنة و70 سنة و20 سنة؟ واضح أن الماء نزل من السماء فنبتت الأرض، النبات أكله الحيوان فتحول إلى لحم، والحيوان أكله أبي وأمي وأم الإنسان الآخر، الحيوان والفاكهة وما أشبه دخل هذا في المعدة، والمعدة في الحقيقة هائلة في جعل هذه المواد بالرميم العصار المعوي كيلوسا وكيموسا على الاصطلاح الطبي العلمي. ومن المعدة بسبب عروق صغار تسمى مساريقة أو مساريقين، هذا الكيلوس والكيموس ينتقل إلى الكبد، والكبد في الحقيقة معمل هائل، 500 معمل تشتغل في هذه القطعة حتى تحول اللبن والحليب إلى الدم. والعلماء يقولون أن هذه المعامل إذا أردنا أن نصنعها نحن كم تأخذ مسافة من المكان ومن الأرض؟ العلماء يقولون أن كبدة واحدة من آن المتكلم أو من أنت الجالس أو حتى من هذا الطفل الجالس هنا يحتاج مسافة 50 كيلومتر. بعد ذلك هذا الدم يتحول تحولا مدهشا عجيبا معقدا إلى مني. من أين المني؟ من هذا الدم بعد. والمني يأتي جنينا ويأتي إنسانا، نفس هذا التراب الله سبحانه وتعالى حوله جعله إنسانا يشعر ويبصر ويتكلم ويسمع ويفكر ويمشي ويبطش، ونفخ فيه من روحه، لأننا نحن التراب بالإضافة إلى روح الله. روح الله يعني مو قطعة من الله، وإنما روح مشرفة بالانتساب إلى الله. وبعد أيام قلائل يأتي يوم يؤخذ هذا الروح من هذا، يذهب تحت التراب ويبقى سنة 6 أشهر أقل أكثر، وإذا به تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.